بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أكمل معكم تكملة أسباب الهم وطرق العلاج، ووصلت إلى النقطة السابعة، توقع بلاء وانتظار مكروه. نجد هذا دائما يمتلك رؤية متشائمة للأحداث، ويتوقع بلاء وينتظر مكروها، دائما الوسواس. يا أخي في الله، خليك مع الله، وسبب هذا كله سوء الظن بالله. إذا ما أحس بصداع في رأسه قال هذا يمكن سرطان في المخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يسيء الظن بالله، ويحس دائما أن الله سينتقم منه ويفضحه، وهو ينتظر النتيجة فقط. لماذا يا أخي؟ فهل بينك وبين الله عداوة؟ الجواب أكيد نعم، لأنك قد عملت عملا أسودا، وأنت خائف من وقوع العقوبات عليك. وأقول لك يا أخي في الله، لا تخف، ما عليك إلا أن تتوب وتستغيث بالله، وهو سينجيك حتما، لأنه أصلا هو يحبك ولا يحب أن يعذبك. الله كريم. ثامنا، عدم وضوح الهدف وتحديد الهوية. هو لا يعلم ماذا يريد، يريد الدنيا أم الآخرة؟ يريد أن يكون فقيرا أم غنيا؟ يريد أن يطلب العلم أم يريد امرأة جميلة يجلس معها؟ وهذا كله بسبب الهم. تاسعا، غلبت الهوى والشهوة، تجده همه على بطنه، همه فرجه، همه أن تكون صورته بين الناس جميلة، وأن يكون معظما بينهم، وكبير ومحترم ومعه نفوذ، وإلى آخره من الشهوات وهوى نفسه المريضة. عاشرا، المعاصي وخصوصا معصية السر. عندما تكون له معصية لا يعلمها إلا الله، بينه وبين الله، فتكون هذه المعصية دائما هما على قلبه، تجده وهو جالس معك وإذا به يسرح في مكان آخر ويقول بينه وبين نفسه، وبعدين في هذه البلية التي هو يعلمها وأسرها ولا يعلمها أحد إلا الله، والله بمنه وكرمه قد ستره إلى الآن، وهو يخاف من العاقبة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكمل معكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة بقايا الأسباب وطرق العلاج. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب خادم القرآن دريد إبراهيم أبو مريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.